فيديو اليوم راح اشرح لكم كل شيء بتحتاجوه عشان تربوا كناري عندكم في البيت، ولو بدي اشبه تربيتها بشيء فتربيتها اقرب لتربيه نبته صغيره عندك في البيت. واللي حاحكي اليوم فهو شرح بسيط للاعتناء بهذا الكائن الجميل، لكن طبعا لازم تشترك بالقناه، تضغط لايك وتشارك الفيديو مع اصحابك وتساعدني نكبر القناه. شو قانونيه امتلاك كناري؟ امتلاكه امتلاك الطيور الصغيره مسموح وقانوني، ما في اي شيء بيمنعني اروح اشتري طير منهم وارجع على البيت، لانهم طيور نتيجه تزاوجات تمت في الاسر، هم مش مسروقين من الطبيعه واسعارهم مش غاليه ورخيصه. فبيت سمارت ببيع الطير ب $150، لكن مش كل كناري بينشرى، ولازم تعرف مواصفات الطير اللي بدك تشتريه. الكناري مشهور بصوته العذب وغنائه الجميل، هون احنا بنتكلم عن الذكر اللي بيستخدم هيك اسلوب في جذب الانثى، اما الانثى فصوتها مزعج مقارنه بالذكر. والذكر اللي بيغني منه انواع، ففي النوع الامريكي والروسي والفارسي واشهرهم وافضلهم فهو الهارز او الالماني، فهو نتيجه التزاوجات اللي تمت عشان ينتج لنا طير مواصفات الغناء عنده جميله. على فكره كلهم مناح، مستحيل تندم انك اشتريت واحد فيهم، لكن الهارز يا سيدي سعره $140، وعشان تشجعوا على الغناء فلازم تشتري اثنين وما يكونوا في نفس القفص، ابعدهم عن بعض وخليهم على ارتفاع النظر. هون بتتولد بينهم المنافسة وبيصيروا يغردوا بأجمل أصواتهم عشان يجذبوا انتباه الأنثى الوهمية. هم مش عارفين إنه الشغلة اللي بتنافسوا عليها مش موجودة من الأسف، لكن هذا بيفتح علينا موضوع القفص. القفص يا سيدي لازم يكون مستطيل وما تجيبه بارتفاع عالي، فهذا غير مفيد. هذا القفص ممتاز ومناسب ولكن سعره $158، لكن لو تركز على القاعدة اللي فيه فبتلاقيها شبك، وهذا سيء جدا لأقدام الكناري. لازم تحط شيء فوق عشان تريح الكناري لما يقرر يمشي وما يكون سبب يتعب. احط اوراق وجرايد فهذا متوفر وما بيكلف، وبنفس الوقت بيسهل التنظيف، والتنظيف لازم يكون مرتين في الاسبوع، وما تستخدم مواد كيماويه برائحه قويه، فالكناري ما بتحمل الروائح وعادي جدا انك تضره. لكن شو بخصوص الاكل وشو اللي لازم تطعميه؟ صراحه موضوع الاكل جدا بسيط، خضار وفواكه شيء طبيعي لكل الطيور، لكن بدون بصل وثوم، وبلاش افوكادو لانه سام وضار، ووفر معاه حبوب خاصه بالكناري وتكون من جوده عاليه، وسعر الكيس اللي اقل من كيلو ونص $20، اخلطهم منيح مع الفواكه والخضار عشان ما تعطي فرصه للكناري انه يختار، وقتها حياكل اللي بيحبه وحيترك الباقي. لكن نفرض انكم اخترتم الطاموه فقط حبوب، فهون اختاروا صحن الاكل يكون اكبر بشوي، فالكناري راح ياكل الحبوب وراح يستبدلهم بالقشور، فحتلاقي حالك بترمي معظم اكل الطير لانه الكناري ما شافه. لا تحط قفصه في الشمس مباشره، ودائما حرك مكانه في البيت، وانعكاس الشمس على الحيط للكناري كافي. لكن مش هذا اللي انتم حابين تعرفوه، ومش هذا اللي دخلتم الفيديو عشان تشوفوه. الكناري طائر بقبل التدريب، هحكي لك شو بتحتاج عشان تنجز هيك مهمة. اول ما يوصل الكناري على بيتك لا تحركه من مكانه، اتركه يتعود على الشغلات اللي حواليه، البشر، الاصوات وريحة البيت، ولازم نتعامل مع طير واحد فقط بغض النظر عن جنسه، ولما تحس انه الطير تعود على وجودك حواليه، وقتها امنع الاطفال انهم يدخلوا الغرفة، واذا كان عندك كلب او قطة فلازم يرحلوا لمكان ثاني عبال ما تخلص فترة التدريب، وهذا لسببين اثنين، اول سبب انه الطير ما يكون مشتت، وثاني سبب لسلامة الطير نفسه، ومثل ما قلت قبل فالقفص لازم يكون على ارتفاع النظر، لانه الطير ما بيحب يشوف شيء جاي من فوق، عشان تكسر حاجز الخوف عند الكناري، ويبدا يتعرف عليك، فلازم تقعد جنب القفص وتحكي معاه بنفس نبرة الصوت، واعمل معاه إشارة يعرفك منها مثل تصفيرة، أو تنطق كلمة بشكل مميز خاص في الطير، وخلي الطير نفسه يختار وقت التدريب، فلو كان خايف فلا تضغط عليه، فبتصير تخسر كل شيء بنيته معه، وممكن يكرهك لو زودتها عليه. الوقت المناسب لما يكون الطير واقف على غصن وما بيطير من الخوف، ونصيحتي إنك ما تطول معاه نظرتك فهو بيعتبره تهديد، والتدريب حيكون عباره عن جلستين في اليوم تمتد لحد 15 دقيقه، اكثر من هيك فممكن يسبب ضغط للطير، لكن عادي كل ما تمر من جنب القفص انك تحكي معاه بصوت خفيف، وبهيك بتاكد على علاقتكم والتواصل اللي قاعد بينكم يصير. لو حسيت انه الطير بدا يرتاح لك ويحسك انك مش خطير، فهلا اجى دور نعرفه على ايدك، فارفعها بشويش وحركها من بعيد لبعيد، حركة بطيئة وشوي شوي قربها من القفص عشان يعرف انها مش تهديد. حتستمر على هيك مدة عبال ما يتطمن لك ويعتبرك صديق، وقتها بتحاول تدخل ايدك على القفص وما تكون فاضية، وحط فيها اكل الطير بحبه، فأول صدمة للطير حيشوف انك دخلت على مملكته ويشوفك قريب منه حيخاف، حيكره شوفتك وحيكره ايدك، لكن هون بيجي العزم والتصميم، فبعد ما تسوي هيك كذا مرة فالطير حيتغير اسلوبه وحيفكر في مصلحته، والجوع حيغير من نفسيته وحيحاول حاول ياكل من ايدك. الافضل انك تحط شغله بسيطه على طرف اصبعك وتحاول تخلي الطير ياخده، وهذا الموضوع مهم كثير انه يصير، لان الطير حيشبك المواضيع وحيصير يشوف ايدك ايد خير والاكل
بيجي معاها. مع الوقت الكناري حيوقف على اصبعك، ولكنها وقفه لحظيه وما حتطول، وهذا عكس البجي المستعد يقعد على ايدك وما يتزحزح. بعدها حاول انك تطلعه برا الافق، وكل هذا بيكون ببطء وهدوء. ما تستعجل العمليه لانها ممكن تحتاج على الاقل 8 اسابيع، وعشان تعرف انه الطير جاهز لهيك مرحله فانت القاضي اللي بيحدد هيك امور، وانت الوحيد اللي حتعرف اذا هيك شيء ممكن يصير. ويمكن الافضل انك تشتري ستاند للطير يوقف عليه، وسعره اقل من 29 دولار. حط عليه شغلات بحب الطير ياكلها وخليها حواليه طول فتره التدريب، وبهيك هو ما بخاف من وجودها لانها مش مؤذيه ومش رح تضره. ودائما حاول انك تستخدم اصبعك برا القفص بنفس الطريقه اللي استخدمتها داخل القفص عشان يضل يقرب منك وعشان يستفيد من اللي حتقدم له اياه. عبال ما توصل مرحله انه الطير حيجيك حتى لو ما كان معك اكل، لكن اصعب شيء في الموضوع انك تخلي الطير يرجع على قفص، ولازم يرجع لحاله وما تجبر وما تستخدم معاه شبكة صيد. بهاي الطريقة راح ترعبه وتخوفه وحتخرب معظم البنايات مع طيرك وتدمر معظم اللي عملته. حاول انك تستغل الجوع كسبب للطير يرجع على قفص، وحاول تخليه يعمل هيك لحاله. هلا نصيحة أخيرة بخصوص القفص، الطير بينام لما تغيب الشمس، فتأكد انه ما تكون في إضاءة بالغرفة. حاول قد ما تقدر انك ما توتر الطير لانه اول فترة حيكون مستغرب ومش عارف شو بصير. فيديو اليوم يمكن يكون افضل من غيره لاني شرحت لك تربية طير محبوب من الكل وشرحت لك طريقة تدريبه.